السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، بارك الله في عمرك ان شاء الله باذن الله. وياك. اسالك ان تدعو لي ان يرزقنا الله الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. الله يرزقك ذرية صالحة يا رب. انا لما بدعي ربنا سبحانه وتعالى، فربنا قد رزقني بالحمل 6 مرات يعني، بس ربنا ما قدرليش ان انا يعني اعيش لاولادي يعني. اسمعي الآية كده، اسمعي الآية كده ممكن؟ نعم. اسمعي قول الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، نعم، إلى قدر معلوم، فالذي يقدر هو الله. نعم. ونعم بالله، ربنا يقدر لنا خير ان شاء الله باذن الله. يعني انا رحت الاطباء كتير يعني، اجتهدي في الدعاء بس. الله ينصر الاسلام والمسلمين، الله ينصر الاسلام والمسلمين، الله يحفظ الاسلام والمسلمين يا رب.